اسمي وسام خالد وشغاله في العتبه محل اسمه مستر تركي. عايزين تعرف بقى على موديلات المنزل في حاجه زي كده صوت 3 قطع كارديجان وجاكيت وبنطلون بيلبس اي مقاس، وفي منه برضو الموديل ده والسعر بتاعه 480 والاولاني 530. في برضو حاجه زي كده جميله برضو في اللبس وبتلبس اي مقاس، وفي منها الوانها درجاتها كلها سعرها كام؟ 380. وفي حاجه زي حاجه زي كده برضو بالوانها حاجه زي كده سعره كام؟ ده 370. وفي الصوت ده برضو قطعتين ب 300. في منه الستايل ده برضو قطعتين برضو ده برضو ب 300 بيلبس اي مقاس. وفي برضو الجواكت في حاجه زي كده بألوانها على عرض ب 480 400 بكل ألوانها وبتلبس أي مقاس، وحاجة زي كده 480 بألوانها ده 580 قطعتين. قطعة كات وقطعة بكم بيلبس برضو اي مقاس حاجه زي كده بدل 550 450 على عرض برضو بتلبس اي مقاس. في منها الوانها حاجه زي كده 450 بتلبس اي مقاس وفي الوانها كلها ودرجاتها. في ده برضو ب 350 بيلبس برضو اي مقاس وكويس في البيع. حاجه زي كده على عرض 350 بدل 400. وفي من ده القصير بتاعه ب 280. في برضو ده 480 بمقاساته. في حاجة زي كده في منها ألوانها كلها ده 360. في منه برضو الستايل ده بالنقشة التانية في منه ألوانه برضو ومقاسات. في حاجة زي كده معمولة على عرض درس ب 320 في البيزك الستايل ده بألوانه ومقاساته ب 250 بدل 320 معمول عليه عرض. جميل قوي في اللبس برضو ب 320 في ألوانه وأشكاله بيلبس أي مقاس أوفر سايز. في حاجة زي كده بألوانه كلها ومقاساته 220. في حاجة زي كده برضو بكل ألوانه 220. وفي بتاع ستيتش لسه نازل في اللي هو الستايل اللي جنبه كله سعره 220. ابرز الالوان اللي نازله ترند الشتاء ده الليموني الفوشيا الاخضر. طب لو هنتكلم على الاقبال هل الناس بدات تنزل تشتري شتوي ولا الناس بتنزل تشتري شتوي؟ في بيع كويس وفي برضه تشكيله بناطيل لو تحبي تتفرجي. في حاجه زي كده لسه نازله برضه وفي الستايل ده وفي ستايل تاني اوريهولك برضو لسه نازل جميل قوي برضو لسه نازل. حاجه زي كده برضو ده 350 عليه بيع كويس. الجينز بيبدا من اول كام؟ بيبدا من اول 220 اسكيني. واعلى حاجه كام؟ 350 ده عرض 280 بالوانه كلها واشكاله كلها. في دي برضو في حاجه بام 250 بدل 400 بألوانها ده 240 بألوانه كلها لبسه جميل برضو.
في حاجه بقى جلد 280، سويت شيرت 220، حاجه زي كده بدل 480 280، 450، في منه اسود وهافان.